الشام عبوس جيش الجنيرو دوم الإرهاب يا ليش نيرو كان الناس ما يحلم يصوروا ما يتبدلوش عوام عوام عمامه بخامه بيردلوش وهو ما يبينوا من يفتحوا ويكشفوا أنه النظام ما تغيرش لأنه الناس اللي كانت مضطهدة في 92 و93 مهما كان انتمائهم السياسي بقاو اليوم معارضين النظام هذا والنظام هذا باقي معاديهم وعلاش؟ ما يقدرش يتصالحوا لانه النظام هو نفسه ما تغيرش والاخرين ثاني ما تغيروش بقاو على كلمه واحده على المبدا. من ضمن هذه الرجال نذكروا الشيخ علي بن الحاج وكاين مهما كانت انتماءاتهم السياسيه مهما كانت مواقفهم السياسيه بغض النظر على كلش انه واحد يحترم القناعات السياسيه تاع الاخرين كنتكلموا على الديمقراطيه وبعد ما يحترموش بعضنا احمد الزوج علي بن الحاج وكريم طابو العصابة غبية بزاف ما فهمتش بلي هاد الرجال هادو ما يخافو حبس ما يخافو تعذيب ما يخافو والو دير واش دير ما يخافش منك وبالعكس النظام يخاف والبوليسية إذا ما قدروهمش يخافوهم والمخابرات إذا ما خافوهمش إذا ما قدروهمش يخافوهم والحبس لما يشوفهم داخلين الحيوط ديالو يتزعزعوا لانهم داخلين راس منفور وزدر بارز وما هم تاخر ورساليا اذن نرى لي جاوة النظام ما اغبياء ما قرأش داخل ديالهم الشخصية تاعهم اذن يجون كريم طابو يقولوا له الرجل يمضي في شركة مخابرات عمرها ما صارت في الدنيا هذه تسجل في التاريخ أو نقولوا له هاك امضي ما تزيدش هذه من القصص ما نمضيش ما تزيدش تتكلم ما تزيدش تكتب فيسبوك ما تزيدش ما كانش صار عندنا بيديروا له هما قال التحقيق هو اللي التحقيق ما عندش الحق ياخذ القرار كيما داير انه هذا قاضي يسمع من هذا ويسمع من هذا يسمع من النظام الفاسد النظام المجرم ويسمع من ضحية النظام اللي هو كريم طه لا يقول له قول له ما ديرش ما ديرش يعطي له 20 انتزاع باك كريم طابو ماهوش من نوعية تاع يسب راح نزل منشور قلب الحملاوي كيما نقولو لاباج فيسبوك تاعو توزع راهو في راه تاني في فلوم تيرانيير 24.com هاد دونك نزال الناس يتقرا فيه راهو داير حالة راهو داير حالة نشوفو 2505 هذا نزلتو الصباح على 11 ما داش 12 ساعة 2505 طلعو وفي لاباج فيسبوك تاعو شو شحال والناس راهي تبارتاجي فيه il défie l'arbitraire le despotisme يتحدى يتحداهم
بحذاهم ونشوفوا هنا نعطيكم بعض المقتطفات تاع الكلمه تاعو نجدوها على كل حال بالربع لغات العربيه الفرنسويه بالانجليزيه بالاسبانيه اقرا كما بغيت كريم طابو يتحدث التعسف والقهر واش يقول أديت هذا الصباح واجب التوقيع على سجل الرقابة القضائية في مقر الثكلة التابعة للأمن الداخلي على الرغم من أنني ممنوع تعسفيا من حق التعبير وهي خطوة تنتهك بشكل صارخ حقوقي الدستورية وحرياتي وحقوقي المدنية التي فرضت في إطار الرقابة القضائية التي تمنعني من الكتابة أو التعبير عن آرائي السياسية إلا أنني أعتبر كتابة ونشر هذا المقال أكثر من مجرد عمل مقاومة ضد التعسف إنه واجب حتى لا يستخدم مثل هذا السلوك كغطاء قضائي لعرض حرياتنا في المساد هذا مدخل تاع الكلمات الكريمة وذكر الرأي العام بأنه لم يتم اتخاذ أي قرار قضائي ضدي يجردني من حقوقي السياسية والمدنية إنه مجرد انحراف قضائي من بين العديد من الانحرافات التي تتعارض مع روح العدالة التي في أماكن أخرى تكون ضامنة للحرية وللظروف الحالية قررت تخصيص مقال سياسي لهذا الأسبوع للانتخابات التي ستجرى في 7 سبتمبر 2024 أدعوكم إلى قراءة هذا المنشور بالعربية الفرنسية بالإنجليزية بالإسبانية مترجم على كل لغة يعني يمكن الانترنت يكثر خير من خلقنا الانترنت روحوا يا الحساب تقول الحرام روحوا ادعوا بعيد نفس الشيء داروا الشيخ علي بن حاج اللي رفض هو ثاني وعلى القيود التعسفية التي يفرضها النظام ومشى دار فيديو على اليوتيوب نشره والفيديو هذاك غيروه ما راحوا بيراتوه ولا الحرام ولكن أكيد يعاود إما يعاود يجبدو يعاود يحطو وإلا نشوفه في اليوتيوب فاش نعاودو نجيبوه لأنه راح يزوروا نحار المحتوى حطوا محتوى ولكن يبقى أنه علي بن الحاج عمل ثاني تصريح جهة أخرى لقناة يوتيوب لأن الصحابة ما يحبوش يتكلموا معاه وقالوا معاه شوف شوك في حقه حسنه واش يديروا لانه الراجل ما يتشراش اعطيه دراهم ما اعطيهوش بغيت ما يقدرش يدور خلاص كرمي هذه يقولوا الناس اللي ما تكلمش على جماعة لاراندي وجماعة الحلال ما تكلمش عليهم هذوك الافاد هذو الداج كم نهضرو البعض اللي مثلا كيما يا زبيدة عسول يقولوا شوفي يا زبيدة تعلمي الشجاعة هاي الناس اللي تبقى صامدة هاي الناس كيسون دو كواردو سهلة تخدم هو هو شخصيا اسكو قال خلاص مو هاي جا عرضوا عليا نمشي كدا ولا قال هذا
ربي يطلق سراح كل المساجين، وربي يطلق سراح الجزائر من قبضة هؤلاء العرايا. الله يطلق سراح الجزائر قبل كل واحد، لأن ما دام الجزائر سجينة في قبضة هذه العصابة الجبانة، كل الجزائريين سجناء، كل الجزائريين سجناء. ربي يقبل الخير بلادنا، ربي بعد عليها ولاد الحرام، خاصة العصابة المجرمة، ربي يعجل برحيل هذه العصابة المجرمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.